أكيد أنه المواطن يعاني كثيرا، خاصة اللي عنده معاملة وعند مراجعة، أو الموظفين طبعا تعرف هو هذا السيستم أو النظام الموجود بالدوائر الدولة هو بصمة، فطبعا يعاني الموظف أكثر ما يعاني المواطن الآخر. وهذه طبعا الأعمال أو الصيانة كلها طبعا احنا بنظرنا إيجابية، نعم صحيح، لكنه يجب أن تكون بين منه المواطن أو الموظف. المعاناة والله مو بس أنا، للجميع. أولا هذا مشروع مفروض يسوي أجزاء، مو كله بآن واحد، حتى مثل الزحام والمواطن يمشي براحته. وثاني شيء تراب، ناس تدمر الموظف والعامل والناس تضايق، وبنقدر لا هم يقدرون يمشون ولا احنا نقدر نبيع. فاطلب من ابو بلديه انت الرصيف يعدلونه، وهذا المشروع غلط، المفروض قسم قسم، قسم خلص وابدا بالاخر، مو كله بآن واحد. بشته وين نروح؟ اذا مدرج السهور يعني لا المواطن يقدر يمشي ولا احنا نقدر نفتح. فاطلب من ابو البلديه يعني شوي او من المرور صرت اقاطع من القطن، من هناك يفتر حتى نامنا براحته، يا سيدي الدخول والخروج صعب.